أمنيستي تراسل سلال الوحدة بين الإسلاميين قطاعي التربية والصحة، أبرز ما تناولته الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم الاثنين الثالث من أوت 2015. ليبرتي عنونت على صدر صفحتها الأولى: منظمة أمنيستي تراسل سلال بشأن قانون مكافحة العنف ضد المرأة. وأضافت الجريدة أن المنظمة طالبت بضرورة تمكين الضحايا من الحصول على العلاج الطبي والدعم. وأضافت الفجر على لسان جلال سفيان رئيس حزب جيل جديد قوله بشأن ذات الموضوع: التحدث في مسألة القوانين شأن يهم الجزائريين، وليس من حق أي جهة أن تملي على السلطة أي قرار. في موضوع منفصل وبشأن تداعيات المشروع الذي دعا إليه جاب الله، أفادت البلاد على لسان أبو جرى السلطاني قوله: لا وحدة بين الإسلاميين إلا بزوال هذا الجيل، حيث دعا الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم حيمس أبو جرى السلطاني أصحاب مشروع وحدة أبناء التيار الإسلامي لتجاوز مسمى الإسلاميين والتفتح على المحافظين الذين يؤمنون بأن دين الدولة هو الإسلام. ويرى السلطاني أن التئام شمل الإسلاميين مؤكد شريطة زوال هذا الجيل. وأضافت: وقت الجزائر تعقيبا على ذات المبادرة حمص غير معنية والنهضة تتجاهل مبادرة جاب الله، حيث ذكر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لوقت الجزائر أنه ليس لنا علاقة بهذا الموضوع وإننا في حمص غير معنيين به، ردا منه على سؤال حول موقف حمص من مبادرة التيار الإسلامي المعلن عنها من قبل جاب الله ومجموعة معه أول أمس. بخصوص قطاع التربية، عنونت البلاد على صدر صفحتها الأولى: بن غبريت ترد على الذين تهجموا عليها بسبب الدارجة وتصرح: تلاميذ المدارس القرآنية معربون وضعيفو المستوى. حيث هجمت وزيرة التربية الوطنية الطبقة السياسية والبرلمانيين والجمعيات التي هددت الوصاية وشككت في وطنيتها على خلفية إشاعة التعليم بالعامية، مؤكدة أن هذه الأخيرة ليست مقياسا للوطنية ولا يحق لها تهديد الوصاية ولا يحق لها دخول في نقاش حول اللغة العربية التي ستبقى اللغة الأساسية لتدريس. أما لوسوارد الجريفة عنونت: بن غبريت لمنتقديها: كل هذه الضوضاء لن تمنعني من التقدم. فيما صرح الوزير السابق بالعياط للحوار بقوله: التدريس بالعامية منهج استعماري فرنسي، حيث قال عضو اللجنة المركزية السابق والقيادي بالحزب العديل عبد الرحمن بالعياط أن توصية التعليم باللغة العامية التي أدرجها المشاركون في ندوة تقييم الإصلاحات التربوية هي سير على منهج الاستعمار حتى وإن لم يتم تفعيلها، لأن الفكرة في الأصل فرنسية صرفة، حيث كانت تدرس في الطور الثانوي أبان الاستعمار لأبناء المعمرين لغة أجنبية، وذلك لتسهيل التواصل بينهم وبين الجزائريين. بخصوص قطاع الصحة، عنونت لسوار دجيري على لسان وزير القطاع قوله: الذي يراهن على طول نفسنا مخطئ تماما، وسنضرب بيد من حديد لتحرير القطاع من المفسدين. وأضافت البلاد: بوضياف يشهر سيف الحجاج في وجه مافيا القطاع، حيث طلب الجزائريين بالوقوف إلى جانبه في محاربة الفساد، والوزير يكثف من زياراته الميدانية الفجائية وتوقيف المسؤولين المتقاعسين. بهذا الخبر نطوي صفحات الجرائد الوطنية الصادرة لنهار اليوم. نترككم مع هذه الرسومات الكاريكاتيرية.